مشروع يعني مشروع مهم وما غادي يمكننا الا انا نتفقوا عليه ونصدقوا عليه. غير عندي واحد السؤال سيد الرئيس، بغيت نعرف الكلفة المالية ديال هذا المشروع هذا التمويل كيفاش غادي يكون، يعني بالنسبة لينا حنا الجماعة غادي تساهم بالأرض، الأرض اللي القيمة ديالها قيمة اللي يعني مهمة وكبيرة، بغينا نعرفوا الأطراف الأخرى واش الالتزامات اللي كانت في 2017 مازال يعني نفس الالتزامات، واش وزارة السياحة يعني الوزارة الوصية واش مازال غادي تساهم في هذا المشروع يعني كما كان مبرمج له في سنة 2017. هذه هي من جهة، من جهة أخرى بغيت نعرف يعني كما أشارت الأخت منى كاين تما واحد الملاعب اللي تيستافدوا منهم واحد الجمعيات اللي الدور ديالهم هو تكوين وتقطير ويعني التنقيب على لي دوك الوليدات الصغار اللي تيلعبوا كرة القدم. بما ان الاخ ذكر بان المتحف غادي يكون غادي يكون واحد الاسباس فين غادي يبقاو الناس يخرجوا هذا، ولكن ما استغرقش هذه النقطه هذه دوك الملاعب واش غادي يتم يعني غادي يحولوهم لبلاصه اخرى وغادي يبقاو يستافدوا منهم الجمعيات نتاع الاحياء، لان تما راه مجموعه الاحياء اللي دايره بهذا المكان اللي تنناقشوا اليوم. دونك اذا كانوا غادي يتحولوا هذوك الملاعب فين غادي يمشيو، إذا كانوا غادي يبقاو في نفس البلاصة، يعني خصو يكون في هذا البلان هذا اللي شفنا دابا، وشكرا.